وفي البداية ضيفنا الدكتور قيصر زحكة استشاري الأمراض العصبية بمستشفى برجيل بدبي للحديث عن تأثير التيارات الهوائية الباردة. هل تؤثر على الوجه، على العصب الوجهي؟ هل لها تأثيرات أيضا على الأعصاب بشكل عام، الصداع وغير ذلك؟ فإذا من رحب بضيفنا الدكتور قيصر زحكة. دكتور قيصر السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا دكتور بسام، كيفك؟ يا مرحبا دكتور قيصر. يعني الطقس مثل ما بنعرف في مثل هذه الأيام يكون باردا، وخصوصا في الفترة الصباحية وأيضا في الليل في الصحراء. هناك من يعني يرغب بالذهاب إلى الصحراء وتكون ربما التيارات الهوائية باردة، أو أثناء قيادة السيارة هناك من يعني يريد أن يستمتع بالطقس الجميل وأيضا يعني يفتح الزجاج أو يكون زجاج السيارة أيضا مفتوح، فبالتالي هناك تكون تيارات باردة جدا. هل هذه التيارات الباردة يمكن أن تؤثر على العصب الوجهي؟ نعم، بأحيان نادرة منشوف هالظاهرة، وكثير من مرضى إصابة العصب الوجهي أو اللي بنسميها اللقوة الوجهية منلاقي في ظاهرة أنه بيكونوا معرضين خاصة لطقس حار بالبداية وطلعوا لجو بارد سريع، إما نحو المكيف أو الاير كونديشن أو باتجاه جو بارد جدا بعد حمام ساخن أو كذا. حقيقة كثير من مرضى اللي أصيبوا باللقوة الوجهية وإصابة العصب الوجهي بيذكروا هالظاهرة بالليلة السابقة أو كذا، إنه بيكونوا مثلا أخذين حمام ساخن وطلعوا لهواء بارد بسرعة. فهي منشوفها، هل هو السبب مباشرة إنه هو الهواء البارد اللي لعب دور بشكل مباشر، أو هل هو صار تفعيل للفيروس اللي مسؤول عن إصابة العصب الوجهي اللي موجود بشكل كامل خلينا نقول بالمنطقة وتفعل نتيجة الاختلاف الحراري السريع؟ ممكن هذا يكون، يعني ممكن يكون آلية مباشرة أو غير مباشرة. لهلأ طبعا ما أثبت العلم واحدة أو الثانية، ولكن منشوف الظاهرة. نعم، أيضا نظرا لأهمية هذا الموضوع طبعا اللي هو شلل العصب الوجهي أو اللقوة، دكتور ما هي العوامل التي يمكن أن تؤدي للإصابة، عوامل الخطر أو الأسباب التي تؤدي للإصابة بشلل العصب الوجهي؟ بمعظم الأحيان ما بنقدر نتوصل 100% للسبب، ولكن أحيانا كثير إذا في التهابات أذن وسطى شديدة، لأنه العصب الوجهي الحقيقة يمر في المنطقة، فأحيانا إذا في التهابات بالأذن الوسطى وفي وزمات حوله وكذا، ممكن هالشيء يؤدي لحدوث وزمة بالعصب الوجهي وبالتالي حدوث اللقوة. هي من أكثر الأسباب شيوعا. أحيانا الأسباب هو هالتغيرات الحرارية السريعة، أحيانا ممكن يلعب دور وجود فيروسات معينة أو كذا كمان ممكن تؤدي. أحيانا ممكن يصير نتيجة إذا بنسمع فيها داء المنطقة مثلا، اللي هي عبارة عن نوع معين من الفيروس اللي بيظهر أحيانا عند الأطفال بيسبب الشيء اللي بنسميه أحيانا الحماق أو جذع الماء، وهذا ممكن عند الكبار يساوي داء المنطقة. أحيانا كمان هذا ممكن يصيب العصب الوجهي ويؤدي للقوة الوجهية بهالحالات. طبعا أيضا نذكر بالأعراض أو المظاهر السريرية للإصابة دكتور، حتى ما نهملها ونراجع الطبيب مباشرة. أيضا الأعراض الأساسية أنه أحيانا كثير الشخص نفسه ممكن ما يعرف أنه صار معه إصابة، ولكن من حوله بيقولوا ليش لما عم تبتسم أو لما عم تاكل أو لما عم تعمل حركات معينة عم نلاقي في ارتخاء بجهة من وجهك، كما لو في ميلان بجهة من الوجه بالنسبة للثانية. هلا هو الشخص ممكن أحيانا يلاحظ حتى قبل ما يظهر عنده اللقوة، ممكن يلاحظ أنه في ألم بسيط يصير عنده أو خدران بمنطقة الوجه أو خلف الأذن. كثير من الناس بيذكروا هالعارض قبل الإصابة. أحيانا بيلاحظ أنه عند الحلاقة صباحا مثلا يلاقي أنه كمان الإحساس بالجهة مختلف، أو لما بينظر على حاله على المرآة كمان بيلاقي أنه في اختلاف شوي بارتفاع الحاجب، في اختلاف بمعالم الوجه على جانب بالنسبة للجانب الثاني. فهو الحقيقة العصب الوجهي لما ينصاب بيؤدي
غالبا لما يكون مثل هون إصابة عصب محيطي بيؤدي لإصابة العصب بكامل فروعه. فممكن نلاحظ انه الحاجب ما عم بيرتفع بجهة مثل الحاجب الثاني. نعم. الشغلة الثانية العين ما عم تسكر بهذا الجانب مثل الجهة الثانية. وثالثا عند منطقة الفم منلاحظ في ارتخاء وعدم ارتفاعه بشكل جيد مثل الجهة الثانية. نعم، عادة يعني نطلب من المريض ان يعني يصفر، لا يستطيع مثلا التصفير بشكل جيد. وأيضا يمكن أن نلاحظ دكتور مثلا سيلان الدمع أو حتى أيضا العامل النفسي، نقول يلعب، يمكن أن يلعب دور في الإصابة العامل النفسي، بمعنى الحزن الشديد أو حتى الفرح يعني اللي يكون كبير جدا في بعض الحالات. ممكن يعني نعم. ما له مثبتة 100% علميا هالشيء. نعم. بس أنه ممكن أحيانا بعض الناس نشوف بعض ظروف نفسية معينة أنه كثرة الإصابة بهالشيء. نعم. تماماً. ومثل ما تفضلت حضرتك يعني أحياناً إذا كان خاصة من الأنواع الخفيفة فهاللي بيوضحها بشكل كبير هو موضوع التصفير. فنطلب منه يصفر، منلاقي إنه في ميلان واضح بجهة بالنسبة للجهة الثانية. نعم. موضوع الثاني أحياناً نطلب منه مد اللسان. كمان مد اللسان مع أنه هي عضلات اللسان ما لا متأثرة، بس مد اللسان بيظهر هالإصابة بالعصب الوجهي أحياناً أكثر من الجهة الثانية. نعم، أيضا بالعودة إلى التيارات الهوائية الباردة، وفي مثل هذا الطقس البارد الذي يكون باردا في فترة الصباح الباكر وأيضا في الفترة الليلية في المساء وفي الليل، يمكن أن يعني الشخص إذا كان لديه استعداد للإصابة بالصداع النصفي أو أنواع الصداع الأخرى يمكن أن تزداد حدة الإصابة. فننصح الجميع تفادي مثل هذه التيارات الهوائية الباردة حتى لا يتعرضوا لأي مشكلة، والمحافظة على الصحة دائما هي الخطوة الأولى. نصيحة الأخيرة دكتور قيصر. تماما، يعني كمان مثل ما عم تفضل حضرتك بالذات مرضى الشقيقة والصداع الوعائي، واحدة من الأسباب اللي ممكن تؤدي لنوبة الشقيقة هي إما تعرض الطويل للشمس أو تعرض للتيارات الباردة مثل ما تفضلت حضرتك. فهون عند مرضى الشقيقة يجب الانتباه بشكل خاص لعدم حدوث الفروق الحرارية الكبيرة. وبشكل عام بالنسبة لمرضى إصابة العصب الوجهي مثل ما قلنا، يعني محاولة قدر الإمكان عدم الانتقال من جو حار لجو بارد بسرعة، مو بس مشان بس العصب الوجهي، كمان نعرف مشان النزلات الصدرية ومشان أسباب تانية مختلفة، يعني هذا يفضل الوقاية من الحال. نتمنى دائما الاهتمام بالصحة وأيضا الجانب الوقائي. كل الشكر للدكتور قيصر زحكة استشاري الأمراض العصبية بمستشفى برجيل بدبي. دكتور قيصر شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور.